السلام عليكم، بكم قطعة الحلوى؟ وعليكم السلام، إنها بخمسة فقط. تفضلي. شكرا. لقد وصل أبي وداعا. مع السلامة، في أمان الله. توقفوا توقفوا. يا إلهي، إنها مليئة بالنقود. أتمنى أن تعود تلك الفتاة قريبا. هل أنت بخير يا أمل؟ نعم يا أمي، لكني لم أستطع أن أجمع ثمن الدواء. لا عليك يا عزيزتي، إن الله لا ينسى أحدا وسيرزقك غدا، لا تقلقي. يا رب، أمي الصابرة المريضة تحتاج عونك، ساعدها يا رب. يا رب يا رب، ساعدني وساعد أمي المريضة يا رب يا رب. الحمد لله، لقد عادت. بكم الحلوى اليوم؟ تفضلي أولا، هذه نقودك، لقد سقطت منك بالأمس وأنت تركبين السيارة. الحمد لله، شكرا لك. عفوا، هذا واجبي. أنت فتاة طيبة وصالحة، ما هو اسمك؟ اسمي أمل. أمل بعيد كالألم، أمل يمزقه السأم، حلمي الحياة بلا حزن، ويطيب في قلب الزمن. اسمي أمل، أنا اليتيمة لا أنال من الحياة سوى الهزال. الجوع يسكن بيتنا، والفقر يأوي حولنا، وأنا أمل. أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك، الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام، وأنا أمل. أملي بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى، تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين، وأنا أمل وأنا أمل. لقد وصل أبي، علي الذهاب يا أمل. أبي، أريد منك طلبا. تفضلي يا ابنتي. لقد أوقعت بالأمس نقودي بالقرب من هذه الفتاة، اسمها أمل. لقد كانت أمينة وأعادت لي النقود من دون أن تأخذ أجرا لذلك. أمل، ستكونين بعون الله من اليوم كابنتي، وسأوفر لك كل شيء، فلقد علمت بأنك يتيمة وأمك مريضة ولا معيل لكما، وأنا سأتكفل بكل شيء تحتاجانه. حقا؟ أمل، أعيدي هذه النقود للفتاة الصغيرة. لكن أمي، أنت بحاجة للدواء. يا ابنتي، لقد قال رسول الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صدق رسول الله يا أمي، صدق رسول الله يا أمي، صدق رسول الله يا أمي.